بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقيكم اليوم في فيديو جديد مع يونت 8 من سلسلة نيو هيدوي أكاديميك سكيلز ليفل 1. احنا الآن في يونت 8، باقي لنا إن شاء الله يونت 9 ويونت 10، نحاول نخلصهم إن شاء الله في الأسبوعين القادمين طيب يونت 8 اللي هي cities of the world اللي هي مدن العالم، هناخد في reading skills، ناخد قضاء نقراه إن شاء الله عن مدن العالم، وناخد في writing skill comparative and superlative linking ideas، ما زلنا في كيف نربط الأفكار writing about cities، هنكتب كيف نكتب عن المدن. طيب في research finding facts and figures اللي هي كيف نوجد الحقائق والصور، وvocabulary development اللي هي word attack skills. خلونا نبدأ على طول، ومن البداية نمشي ل reading city life اللي هي حياة المدن أو حياة المدينة، كيف يعيش الناس في المدينة. What things are important to you in a city? Put the following in order 1 to 5. One is the most important. يعني هنا أعطاه 5 عوامل تخليك تحبز إنك تعيش في المدينة. climate اللي هو إيش يا شباب، المناخ، transport وسائل النقل، education التعليم، safety الأمن، recreation اللي هو المدينة تكون خلاقة وجميلة وفيها مناظر جميلة وفيها مثلا مناطق للترفيه وكذا. إذن climate، transport، education، safety، recreation. تقول ما هي الأسباب التي تجعلك تعيش في المدينة أو تحبذ حياة المدينة، وده كل طالب يجاوب كل بس تعرفوا إن دي عوامل مهمة لاختيار حياة المدينة. Which city in the world would you most like to live in? Give reasons. ما هي المدينة التي تحبذ أن تعيش فيها في دول العالم كلها؟ تختار مدينة تقول أنا عايز أعيش فيها. Give reasons، ما هي الأسباب التي جعلتك تختار هذه المدينة. دي exercise 1 and exercise 2 كل طالب يحله ويتدرب على إنه كيف يختار المدينة ويضع أسباب لاختياره لهذه المدينة. كل طالب تختار الأسباب اللي بتفضل بها حياة المدينة على حياة الأرياف. Read study skill. Scan the article, the world's best city, to find the information. إذن عندنا هنا قبل ما نمشي للقضاء، عندنا هنا study skills looking data. كيف ننظر إلى البيانات والمعلومات؟ طيب we often show data or statistics in tables, pie or bar charts, graphs, etc. يعني عندنا ممكن نعرض المعلومات والبيانات في شكل tables. طبعا data أو statistics الإحصائيات، statistics الإحصائيات، وكلمة statistics هي علم الإحصاء كذلك. إذن data بيانات أو بنقصد بها المعلومات الإحصائية، عدد السكان، مقدار الأمطار، الحرارة، المناخ، يعني عدد النساء للرجال، هذه كلها بيانات نسميها data أو statistics. ممكن نضعها in tables، نضعها في إيش يا شباب؟ tables، نضعها في tables يعني ده table، أو نضعها في by، نعرضها في شكل دائرة رسمي بياني اللي هي في شكل إيش يا شباب؟ في شكل دائرة، نقول كل نسبة نعملها بجزء من الدائرة. بار اللي هي شكل هذه الأعمدة، أو charts بار charts، ولا graph اللي هو شكل شنو رسمي بياني. إذن دي طرق اللي بنعرض بها البيانات أو الإحصائيات: tables, pie, bar charts and graphs. ممكن يكون عندنا وسائل أخرى، ممكن تكون بالفيديو، ممكن تكون بالباوربوينت، ممكن تكون بأي شيء نعرض بها الداتا. طيب خلونا نمشي طوالي ل the world's best cities، ما هي أفضل مدن العالم؟
Which is the best city in the world to live in and work in? ما هي أفضل مدينة من دول العالم تحبذ أن تعيش فيها وتعمل بها؟ To live and work in. تعيش فيها وتعمل فيها. Every year the Economist Intelligence Unit asks this reason. في منظمة اللي هي منظمة الإيكونوميست Intelligence Unit اللي هي عندنا الإيكونوميست هي مجلة مشهورة معروفة تهتم بأمور الاقتصاد في كل العالم. والمجلة دي عندها الإيكونوميست اللي هو الاقتصادي Intelligence Unit اللي هي وحدة البيانات أو الاستخبارات Ask this question تسأل السؤال ده ما هي أفضل مدن العالم It uses factors such as climate, transport, education, safety and recreational facilities for around 127 world cities اختاروا بعندهم عوامل factors اللي هي عوامل such as قلنا المناخ وسائل النقل التعليم الأمان وال recreational facilities اللي هي الوسائل الإبداع for around 127 world cities لكم مدينة ل 127 مدينة حول العالم they give scores for each كل واحدة يدوها درجات and then rank the cities in order بعدين rank معناته الترتيب in order يعني بالترتيب واحد من المدينة الأولى المدينة الثانية المدينة الثالثة إلى المدينة رقم 127 from the best to the worst من الأفضل إلى الأسوأ best الأفضل worst الأسوأ this year all of the top 10 cities came from either Canada, Australia or Western Europe إذن المدن بجنب في الأوائل أعلى 10 مدن كانت من وين؟ من كندا ولا من أستراليا ولا من أوروبا الغربية فانكوفر كندا has the highest score يعني the fairest city هي شنو؟ فانكوفر موجودة وين؟ في كندا which means it's the most livable city livable معناتها كلمة ليف اللي هو يعيش livable able معناتها يقدر اللي هي أفضل المدن إنك تقدر تعيش فيها livable كلمة نسميها attack word livable يعني مكونة من مقطعين live من كلمتين live and able livable city two other Canadian cities Toronto ninth place جات في نمبر الترتيب التاسع and Calgary اللي هو في الترتيب العاشر إذا من كندا عندنا كم مدينة three cities Vancouver Toronto and Calgary were also in the top 10 العشرة الأوائل in the second place was Melbourne Australia هذه المدينة اسمها Melbourne في أستراليا followed by Vienna أستيريا من اللي هي النمسا جنيفا سويسرلاند and Perth أستراليا لاحظين أستراليا عندها اثنين Perth وMelbourne وجاءت فيينا اللي هي في الجزء الكم الثالث طيب الأولى هي فانكوفر الثانية ميلبورن الثالثة فيينا والرابعة جنيفا والخامسة بيرث At the bottom of the list were the cities with the most difficult or dangerous living conditions living conditions اللي هي وسائل الحياة أو اللي هي عندها الحياة فيها صعبة dangerous living conditions اللي هي مرة في عوامل سيئة خلت بعض المدن تجي في آخر القائمة The city with the lowest score was Port Moresby Port Moresby اللي هي في بابو نيو غينيا Moresby اللي هي مدينة في غينيا في نيو غينيا اللي هي في على البحر لما تجي كلمة بورت معناتها ميناء بورت مورسبي اللي هي شنو شباب اللي هي رقمها كم 127 جات في الترتيب كم 127 just above where قبلها كراتشي في باكستان
دكة في بنغلاديش. إذن آخر القائمة مورس بي في بابا نيو غينيا رقم 127 127th لاحظوا للتي اتش جست أبوف قبلها بشوية وير كراتشي اللي هي دي في باكستان أندكا اللي هي في بنغلاديش. Some African cities such as Lagos وين Lagos في نيجيريا also did badly برضو كان سيئة. This could be because of climate للمناخ and political situation اللي هي الوضع السياسي in these countries يعني من لسببين للكلايمت والبوليتيكال سيتويشن. In the middle of the list came big cosmopolitan cities. Cosmopolitan cities اللي هي المدن الكبيرة في أوروبا cities اللي هي في العالم اللي هي بتصنع سياسة العالم cosmopolitan cities with their transport and crime problems اللي هي بالرغم انها مدن كبيرة لكن جات في الوسط لمشاكل النقل والكرايم الجريمة. This included Paris 32nd رقم 32 لندن 44th رقم 44 and نيويورك 52nd. The Japanese cities of Osaka and Tokyo did better كويسات الاثنين. However these cities both 21st also had the biggest scores in Asia. إذن المدن اليابانية أعلى مدن في آسيا في آسيا. طيب نجي نمشي لإكسرسايز 3. Scan the articles where the city to find the information. The name of the group that did the survey. خلونا نأخذ اللون الأخضر عشان نجاوب به. ما هو المجموعة التي قامت بعمل الترتيب المدن اللي هي ايكونوميست. خلوا بالكم اللي هي ايش ايكونوميست انتليجنت يونت. اذا السؤال الاول اجابته the economist intelligence unit. ده اجابة السؤال الاول في exercise 3. number 2 the number of cities in the survey. كم يا شباب؟ 127 مدينة. 3 the best and the worst cities. The best اللي هي فانكوفر جات فانكوفر اللي هي دي هذه فانكوفر اللي هي الأولى. وآخر واحدة اللي هي جات وين يا شباب تذكروا اللي هي قلنا بورت مورسبي اللي هي آخر واحدة في غينيا. تمام. 4 the top Asian cities. The top Asian cities اللي هي قلنا إيش يا شباب top Asian cities اللي هي زي أوساكا and Tokyo اللي هي ديل الاثنين الأخيرات ديل اللي هي في اليابان أوساكا and Tokyo. تهينا من exercise number 3 نمشي لـ 4. Look at the article again to complete the table top 10 cities اللي هي عندنا هنا كتب لنا السيتي رقم 6 ورقم 7 ورقم 8. أول مدينة هي تقولنا يا شباب فانكوفر اللي هي فانكوفر هذه هي المدينة الأولى فانكوفر. بعدها إيش ميلبورن اللي هي وين في أستراليا. رقم 3 اللي هي إيش فيينا اللي هي في النمسا. رقم 4 جنيفا اللي هي وين في سويسرا. ورقم 5 اللي هي بيرس في أستراليا. 6 و7 و8 موجودة. نمشي ليه 9 إيش يا شباب تورينتو لأنه قال هنا إذا كان رجعت هنا في الفانكوفر وقال كذلك تورينتو 9th بليس اللي هي رقم 9 هيكون وين هذه مكتوبة. رقم 9 اللي هي تورينتو ورقم 10 اللي هي كالجري. إذا انتهينا من التابل. 5 read the article answer the question where are famous cities like Paris London and New York in the table اللي هو شنو وين يا شباب اللي هي بيجن وين يا شباب in the middle صح بيكون وين يا شباب they came in the middle
ليش يا شباب؟ يكونن في الميدل. ليش؟ لاحظوا، يكون في ميدل اللي هو في الوسط، في الوسط من 127 مش من العشرة. طيب ليش؟ اللي هي قال هنا تكلم على الكوزموبوليتان سيتيز with their transport and crime. والسبب يا شباب ايش؟ الترانسبورت خلاهم يجي في الوسط اللي هي وسائل النقل، والكرايم بروبلمز اللي هي مشاكل الإجرام. طيب السؤال اللي بعده، how do some African cities do؟ زي did badly سيئات. what reasons does the writer give؟ قلنا هنا إذا كان لاحظت نتكلم على some African cities such as Lagos Nigeria also did badly، وده because of climate and political situation، بسبب شنو؟ بسبب المناخ والوضع السياسي. إذن الدول الدول الأفريقية غير مستقرة، وبعضها الكلايمت بتاعها سيء جدا، عشان كده جاء did badly كان سيء. Why do you think Japanese cities have high scores؟ ليه منعتقد إنه Japanese cities have high scores؟ ليش يا شباب؟ السبب they have good transport، low crime rates and a good climate. دل دي شنو دي كلها؟ عندنا هنا في طوكيو لأنه عندهم good climate، طبعا ممكن تقول عندها transport ممتاز، وتاني شنو؟ crime قليلة، low crime، تمام، وتاني كمان يا شباب good climate. إذا نتكلم على أن الوسائل النقل transport ولو crime rates and climate، خلت المدن اليابانية تكون السكور بتاعها عالي أو الدرجات بتاعتها عالية. What do you think of surveys like this؟ Do you believe the results؟ Why and why not؟ إذا هل بتعتقد في مثل هذه الدراسات المسوحات تمسح المدن وترتبها؟ ودي إجابات الطلبة، كل طالب يجاوب بالإجابة المناسبة. طيب خلونا نمشي لإكسرسايز نمبر 6، نحاول نختصر الفيديو دائما يا شباب عشان الفيديو الطويل ممل. Study skills، remember use headings in a text and the titles of visuals، they can help you find the information you want quickly. إذن استخدام الheadings العناوين الجانبية والتايتلز of visuals اللي هي الصور بتاعت، هنا مثلا عندنا the pie بورينا فانكوفر سيتي mother tongue اللي هي بنتكلم على اللغات في فانكوفر، نجي نشوف القطعة نقراها. هنا بيتكلم على temperature الحرارة، هذا الرسم البياني أو الرسم المنحنى ده اللي هو سميه جراف، وهذا نسميه بار، هذا يسميه الدين ايش؟ معدل هطول الأمطار rainfall بالمليمتر، وده بيدينا temperature بالسنتيغريد، وده بيدينا اللغات الفرنش والبيتا بيتان بيتامانيز فيتنام اللي هي فيتناميز، فيتناميز اللي هي اللغة الفيتنامية، فيتناميز بنجابي اللي هي لغة البنجاب، تشاينيز وانجليش وفرنش، فيتامينز فيتان اللي هو فيتما فيتنام، فيتنام اللي هي معروفة عندها فيتناميز لغة محصورة في فيتنام وبنجابي وغيره. نقرأ هنا Welcome to Vancouver Canada's coolest city. Canada's coolest city، أبرد مدن كندا Vancouver، فانكوفر مشهورة. location الموقع، كلنا نقول location، location بنقول في الموبايل، إذا location هو الموقع. Vancouver is located in the southwest corner of Canada، في الزاوية الجنوبية الغربية من كندا، just to the north of the border with United States اللي هي شمال الحدود مع الولايات المتحدة. Vancouver is a busy port، بورت يعني على البحر، يعني قلنا بورت اللي هو ميناء، and tourist center كمان هي ميناء ومكان للسياحة. It is situated in
بنينسيولا شبه جزيرة مرت علينا. And is rounded by the Pacific Ocean. الأوشن هو Pacific on three sides. من ثلاثة نواحي. عشان كده قلنا هي شبه جزيرة. بنينسيولا. On the other side of the city are mountains. شوف الجمال. من الناحية الثانية هي السلاسل الجبلية. Which rise to over 1500 meters. ارتفاعها ممكن يكون لأكثر من 1500 متر. Population اللي هو السكان. According to 2001 census اللي هو تعداد السكان, the population of Vancouver City is about 540,000 أو 540,000. However, there are more than 2 million people living in the region. لكن في الإقليم الموجودة فيه هي عندنا كم حوالي 2 مليون. The population is ethically very mixed. من أعراق مختلفة. Ethically اللي هي الأعراق. Ethical group مثلا نقول الأوروبيين, الآسيويين, الصينيين كذا نسميها اللي هي الأعراق. The largest ethnic group is Chinese. إذن أكبر الأعراق والجاليات اللي هي الشاينيز. Also, although there are many Indians, في هنود, Vietnamese, يعني من فيتنام, Vietnamese and Filipinos, Vietnamese and Filipinos. Nearly a quarter of the population say that Chinese is their mother tongue. Quarter, اللي هي ربع. إذن Vietnamese and Filipinos, Indians and Chinese, دي المجموعات العرقية الموجودة هنا. Only about half of the population speak English. إذن اللغة الأولى هو الإنجليزي وليست التشاينيز, لأنه هنا quarter. As their mother tongue. Mother tongue اللي هي لغة الأم. History, تاريخ. Vancouver was founded as a small settlement called Granville in the 1970s. يعني في السبعينات من القرن التاسع عشر. It was a small trading port for wood. Called, كان قبل ما يسميها فانكوفر كان يسميها Granville. وكانت ايش مهمة ايش اللي هي trading port for wood اللي هي الأخشاب, اللي هي ميناء لتجارة الأخشاب. Wood اللي هي الأخشاب. In 1886, لاحظ التاريخ ده, the city was renamed. إعادة التسمية تلقى في الفايل rename after a British naval captain اللي هو ضابط بحرية, naval البحرية, George Vancouver. إذا سموها مين؟ البريطانيين. Climate, it has اللي هو المناخ, it has one of the middleest climates in Canada. Middleest اللي هو معتدل, اللي هو جاي من mild. The summers are usually sunny and dry. الصيف بيكون دائما مشمس وجاف. The hottest months are July and August. من هنا إذا كان لاحظت July حدي August بتلقى هنا أعلى شيء للحرارة. إذن هما ولاحظ هنا الرسمة دي بتوريك الإثنيك جروبس المختلفة. يعني عندنا فرنش أو اللغات مذر تانغ, فرنش, فيتناميز, بنجابي, تشاينيز, انجليش. لاحظوا الانجليش هو اعلى شيء, الانجليش هو اعلى شيء. طبعا ديل كلهم قليل, ده اكثر من النص. عشان كده اللغه المتكلمه في فانكوفر اللي هي الانجليز, وهنا دي الحراره وهنا ده الرينفور. طيب however the temperature rarely goes above 22. يعني الحراره ما بتتجاوز ال 22. لاحظ هنا اللي هو دي 20, يعني دي 22 تقريبا. إذن عايل للجراف, وده بهم من الناس اللي بيختبروا الايلتس, لأنه في تاسك عندنا تاسك 1 بيكون عبارة عن تاسك 2 بيكون في الريدينج عبارة عن جراف, بيكون عبارة عن جراف ولا بيكون عبارة عن بار ولا بيكون عبارة عن باي أو بيكون عبارة عن تيبل. ده في الايلتس, الناس اللي حيختبروا الايلتس مهم جدا جدا تركزوا لاختبار الايلتس. It is also wettest season. Wettest اللي هو
اللي هي موسم الأمطار، ولاحظ هنا ده الرينفول، معدل هطول الأمطار، تمام. ويتست سيزون اللي هو من شهري، تلاحظ هنا أعلى الأمطار ماشيين لأكتوبر ونوفمبر وديسمبر. There is some snow in the winter. في الوينتر عندنا شنو؟ عندنا جليد. But usually just on the mountains. وين بيكون الجليد؟ near the city، بيكون في السلاسل الجبلية. Things to see، ما هي الأشياء الممكن تشوفها في فانكوفر؟ فانكوفر is famous for its scenery. اللي هي scenery، إيش السيناري قلنا؟ السيناري اللي هي المتاحف والمناطق اللي فيها إيش يا شباب؟ السيناري هي اللي هي المناطق، الحفلات والمناطق الترفيه، سيناري سميها سيناري، تمام؟ سيناري. طيب قلنا سيناري عبارة عن إيش؟ اللي هي مناطق الترفيه والحفلات وغيره. طيب it has more than 180 bars. عندها يعني قلنا bars اللي هي المنتزهات، منتزهات. إذن عندها أكثر من كم؟ أكثر من 180 منتجع، أو including the famous Stanley Park اللي هي المتنزهات. هي إيش يا شباب؟ المتنزهات، تمام يا شباب. Near the city are forests، الغابات، of snow-capped mountains. منظر جميل جدا جدا، تشوف الغابات with، لاحظ هنا، and snow-capped mountains، كأنه الثلج، كأنه يعني قبعة على رؤوس الجبال، ما تعبير جميل. And snow-capped mountains. Sports including skiing and hiking, cycling and boating. إذن برضو دي كلها وسائل الترفيه. إذن عندنا المتاحف، وعندنا المتنزهات، سيناري اللي هي المتاحف التاريخية والمتنزهات، ومن أهم المتنزهات اللي هو ستانلي بارك، وبالقرب من المدينة near the city حيكون عندنا إيش يا شباب؟ الغابات and snow-capped mountains اللي هي إيش يا شباب؟ اللي هي الجبال المغطاة بالجليد. لاحظ الجمال ده في فانكوفر. إن شاء الله كلكم تزوروا فانكوفر وكلكم تشوفوا هذه المناظر الجميلة، والواحد يمشي مع من يحب إن شاء الله يا رب، تمام؟ إذن اتكلمنا على الأشياء الممكن تشوفها. الرياضة اللي هي sports include skiing، السكين اللي هو التزحلق على الجليد، hiking اللي هو تسلق الجبال، cycling اللي هو العجلات، والboating اللي هو لأنها موجودة على اللي هي شبه جزيرة برضو فيها شنو؟ القوارب، رياضة القوارب. The most interesting sites include Gastown the historic area of Vancouver, Chinatown اللي هو الحي الصيني، هنا الحي غاز، English Bay، Vancouver Harbor and Robinson Street. دي كلها مناطق. Which is the main shopping street for high fashion. هذا الستريت ده روبنسون اللي هو ده هم شارع زي مثلا أكسفورد ستريت في لندن أو شانزليزيه في باريس. You can also take a trip to Granville Island، جزيرة جرانفيل، لأن قلنا المدينة دي كان اسمها جرانفيل، where you can buy paintings from artist studios. وفي هذه الجزيرة بنلقى الفنانين وعندهم اللوحات. To get a great panoramic view of Vancouver, visitors should go to the lookout, a viewing platform at the top of the Harbour Center Tower. في مكان لإنك تنظر بولا كل المدينة. إذن قرينا عن فانكوفر، ونجي نشوف exercise number 6. طيب what ocean is the city on؟ حيكون ما هو اللي هو باسيفيك اوشن اللي هو تلقاه هنا
مكتوب باسيفيك أوشن. تمام، هذا هو، تكتبه من هنا. طيب السؤال الثاني، What is the temperature in the summer؟ في السمر اللي هي تصل كم؟ قلنا لا تتجاوز 22 سنتيغريد. Is there snow in winter؟ Yes. وين؟ في الماونتينز، on the top of the mountains. طبعا عارفينها هنا في قمم الجبال، في قمم الجبال. قال لاحظتوا هنا في ايش؟ في which month is the wettest؟ ما هو يعني اللي هو نوفمبر. شوف اعلى معدل للامطار اللي هو ده، لاحظ هنا ده اعلى معدل للامطار، عشان كده نوفمبر. اذا الاجابه بتاعت السؤال رقمي 4 اللي هو 11، شهر 11. What is the total population؟ البوبوليشن ذكرناه اللي هو 540، ده في المدينة، وفي الريجون اللي هو 540,000، أو في النبي يكون في كل الإقليم حوالي 2 مليون، في كل الإقليم 2 مليون هذا، لكن في المدينة 540,000. What is the second language of the city after English؟ إذا كان رجعت هنا تلقى second language اللي هيش، لاحظ التشاينيز، بتنمي صغيرة، بنجابي صغيرة، فرنش صغيرة، وفي لغات أخرى، لكن اللغة الثانية اللي هي التشاينيز، اللغة الصينية. How did the city get its name؟ جاي من شنو؟ جاي من نافال، بريتش نافال كابتن، اسمه شنو؟ اسمه فانكوفر. لاحظتوا هنا، لاحظ الهيستوري، قال رينيم افتر بريتش نافال كابتن اسمه جورج فانكوفر، اذا سموه على جورج فانكوفر، جورج فانكوفر. هنا جورج فانكوفر اللي هو البحار او ضابط البحرية البريطانية. وير كان يو جيت ا جود فيو اوف ذا سيتي؟ وين حتصل اللي هو لوك اوت هاربر سنتر تاور، اللي هو الأخير، آخر شيء اللي هو هنا يا شباب، look out main of harbor center tower، ده آخر إجابة اللي هو look out harbor center tower. ده هنا من exercise 6 نمشي ليه اللي هو عندنا هنا يا شباب writing، الجزء الثاني writing. طيب في الرايتنج دائما اقول لكم اكتبوا ونمشي فيها سريع عشان ما نطول الفيديو. Look at the data about Tornito and Moscow. هنا عندنا مدينتين، تورنيتو اللي هي قلنا في كندا، وموسكو في روسيا، عاصمة روسيا. Say if the sentences are true اللي هي صحيحة، او false اللي هي خطأ. ولاحظ هنا اذا كان لاحظت موسكو باللون الفاتح وتورنيتو باللون الغامق، هنا عندنا rainfall، الرينفول اللي هو معدل هطول الأمطار، وهنا عندنا التمبريتشر اللي هي الحرارة. ولاحظ دائما بيكون عندك اللونين، الغامق لتورنتو والفاتح لموسكو. تورنتو is wetter than Moscow in winter. هل is it true or false؟ نلاحظ أيهما أكثر أمطارا، تورنتو ولا موسكو؟ إذن الإجابة الأولى true، الإجابة الأولى T. خلينا ناخذ لون اخر، خلينا ناخذ لون اخر يكون اوضح. خلينا ناخذ لون اخر وناخذ اللون الاحمر اللي هو ترو. تمام، وخلينا ناخذ نعم. طيب موسكو is drier than Tornito in spring. Is it true or not? Yes, it is true. طبعا هتمشي تشوف اللي هو. طيب August is the wettest month in Moscow. August. شوف August هنا. لا. يعني July هو الأعلى. July هو الأعلى. إذن هنا false. July. لاحظ July أعلى. هنا July أعلى. انتبه. للرسمة. February is the driest، أكثر الشهور جفافا، in Tornito. صح، رقم 4 صح، true.
رقم 4 أكثر اللي إذا كان لاحظت اللي في فبروري أقل أمطار، وين اللي هو في اللي هو بيتكلم على تورنيتو، تورنيتو اللي هي دي يعني بيتكلم على تورنيتو، إذا بنقصد تورنيتو هنا لاحظتوا تورنيتو ده أقل مطر إذا كان شفته في كل، إذا هو أكثر الشهور جفافا. موسكو is hotter than تورنتو in summer، اللي هو سؤال رقم 5 تمام false. تورنيتو إذا كان هنا لاحظ تورنيتو هي شوف درجة الحرارة أعلى هي السخنة، إذا تورنيتو الأكثر حرارة إذا هنا فوس 5. 6 موسكو is colder than تورنيتو in the winter، صح رقم 6 كذا ترو، رقم 6 ترو. موسكو معروفة طبعا باردة جدا. جون is the hottest month in موسكو، جون لاحظ هنا جون وموسكو هي الصغيرة، هذا جون لكن لا الأعلى شنو؟ الأعلى جولاي، إذن فولس الصحيح هو إيش يا شباب؟ جولاي الصحيح هو إيش؟ جولاي شهر 7. جانوري and February are the coldest months in تورنيتو، true جانوري and February، لاحظ هنا تورنيتو أقل حرارة اللي هي في شهر 1 وشهر 2، إذن هي أكثر الشهور بردا. طيب underline the comparative and superlative adjectives in the sentences in exercise. طيب نجي نشوف أول شيء ما معنا comparatives and superlative. superlative اللي هي صيغة التفضيل و comparative صيغة المفاضلة، يعني نفاضل بين اثنين هذا أحسن من هذا وهذا أفضل أسوأ من هذا نسميها comparative. أما superlative اللي هي صيغة الأفضلية، الأفضلية المطلقة. Study the spelling rules for comparative and superlative اللي هي نشوف صيغة الأفضلية وصيغة المقارنة. comparative صيغة المقارنة، superlative super أعلى شيء، إذا صيغة التفضيل. adjectives of syllable for example high هتبقى higher and highest. adjectives end in e هنضيف لها بس r and st nice nicer and nicest. some adjectives for example big double the last letter هتكون نضيف هنا g يكون bigger and biggest. adjectives ending in y for example dry هنشيل ال y ونضع بدلها شنو i. ديل كلهم يا شباب نكتب بيها صيغة المفاضلة او التفضيل. remember long adjectives do not follow these rules لكن هنضيف يعني عندنا مثلا expensive هنقول more expensive less expensive least expensive or most expensive، يعني ما هنقول expensive is لا 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 Tokyo is more expensive than Paris. the most interesting most لاحظين more و most ونجيب كلمة شنو than في comparative superlative ما هنجيب فيها شيء نقول the most interesting site include gas town and Chinatown الحي الصيني. طيب نجي للإكسرسايز. underline the comparative and superlative adjectives in the sentences in exercise 1. هنا عندنا إيش يا شباب؟ نجي نعمل underline لصيغ المقارنة اللي هي ناخد اللون الأخضر. waiter is waiter دي الأولى تمام. is drier the wettest the wettest تمام. the driest is hotter is colder the hottest the coldest. سهلة جدا جدا. نمشي الاكسرسايز نمبر 3. read the rules write the comparative and superlative form of the adjectives in the box. هنا ادانا wet beautiful dry cold hot friendly popular mild difficult cool big nice low. wet اللي هو مبتل ايام المطر يعني. beautiful جميل dry جاف cold بارد hot حار friendly حبوب زي ما نقول صديق و popular اللي هو مشهور
مايل اللي هو معتدل أو خفيف، difficult صعب، cool بارد، وبيج كبير، نايس جميل حلو، لو صغير. ادانا هنا اثنين، ادانا الاولى والثانيه، حللنا في الجدول ونتم باقي الجدول. هنبدا طوالينا ويت ويتر، ذا ويتست، بيوتيفول بيوتيفول بيوتيفول، معناته شنو؟ مور بيوتيفول، ذا موست بيوتيفول. نمشي لثلاثة، دراي هتكون معناته شنو؟ دراي دراير ذا درايست، تمام يا شباب، هتكون دراي ذا دراير and the driest. نمشي للي بعدها cold، هتكون colder and the coldest، hotter and the hottest، more friendly and the most friendly، more friendly and the most friendly. زي beautiful، popular، more popular اللي هو and the most popular، milder and the mildest، more difficult and the most difficult، cool cooler and the coolest، bigger and the biggest، nicer and the nicest، lower and the lowest. سهلة جدا جدا. نمشي الاكسرسايز نمبر 4. Look at the population statistics for the three countries in Asia. Complete the paragraph. Use the statistics from the table and the adjectives in the box. إذن يا شباب هنا عندنا population statistics اللي هي إحصائيات أو بيانات لثلاثة مدن آسيوية، three countries in Asia، اللي ثلاثة دول في آسيا. complete the paragraph اللي هو ده هنا القطعة تتمها، paragraph القطعة. use the statistics from the table، هذه الستاتستيك البيانات من التابل، كيف نستخدم التابل، كيف نستخدم الجدول. From the table and the adjectives in the box. The table، هنا نقول table، وده البوكس. يعني خلي بالك انت لما تكون بتقرأ انتبه بالمعاني الكلمات. طيب اذا عندنا الكلمات هنستخدمها شنو؟ high low، طبعا بنستخدمها حسب comparative and superlative. small big كذلك، دي بنستخدمها للbirth rate، معدل ايش يا شباب؟ المواليد. وهنا البوبوليشن للسكن، عدد السكان، لعدد السكان. طيب لاحظوا عندنا جابان، تشاينا، ساوث كوريا، وهنا شنو؟ بيرث بير ساوزن بوبوليشن توتال بوبوليشن، ده اللي هي عدد السكان الكلي، وده هنا معدل المواليد كم بيلدوا. طيب The table shows population statistics for the three Asian countries اللي هم ايش؟ Japan, China and South Korea اللي هي كوريا الجنوبية. China has، لاحظوها China، عندها مليار و 313 مليون و 973 ألف و 713، يعني حوالي 13 مليون، مليار و 300 مليون. إذن حيكون شنو؟ China، يلا حيكون شنو؟ The biggest، لأنه هنا big، إذن the biggest، لأنه جاب the big biggest، تمام. over 1.3 billion people. Japan's population is about كم؟ ممكن تقول يعني is about تقريبا، يعني ممكن تقول 127، إذا كان كتبت 127 أو 130، لأنه تقريب يعني 127 قريبة من 130، ممكن تقول أو تحصيف الكسر ده وتقول حوالي 127 مليون. This is less than South Korea's population which is just under، لاحظ هنا كوريا، and ممكن تقول under 49 ولا ممكن تقول under 50، يعني هنا ممكن تكتب 49، ممكن تكتب 49 49 مليون ولا ممكن تقول 50، الاثنين صحيحة اللي هو تقريب. South Korea has كده the population of these three countries، يبقى شنو؟ ساوث كوريا أقل عدد السكان اللي هي the smallest. The country with كده birth rate is China، لاحظ هنا هيكون كم اللي هي، لاحظ China 13
لاحظين هذه هنا سيرتي سوري الريت معدل المواليد 1325 نخلينا نعيد الجزء ده اللي هو ما بيقصد هنا بيقصد the highest bears the highest بيرس ريت is China أكبر عدد مواليد أو معدل المواليد كم هو؟ There are 13.25 بيرس per million population جابان هذا لاحظين اليابان أقل هيكون شنو؟ جابان is the higher جابان has يبقى شنو؟ lowest يابان is the lowest هناك كان عندنا the highest هنا يكون the lowest لأننا نأخذ high و low birth rate معدل المواليد اللي هو كم عندنا 9.37 في اليابان هيكون 9.37 per thousand South Korea birth rate is a little than Japan. A little شنو? A little higher than Japan's. But كده than China's. اللي هي شنو? هيكون lower. But lower than China. إذن هنا هنستخدم high و low للبيرس اوف ريت وسمول وبيج للبوبوليشن اذا هنا حيكون عندنا بيجست وهنا 127000 او 130 127 مليون او 130 الاجابه صحيحه طيب هنا حنستخدم ايش يا شباب اللي هو 49 او 50 وهنا حنكون سمولست هايست 13.25 وهنا عندنا لوست وهنا 9.37 وهنا هاير وهنا ايش لور تمام اكسرسايز جميل نمشي للاكسرسايز اللي هو اللي بعده اللي هي عندنا اكسرسايز اللي هو نمبر 5 وعندنا ستادي سكيلز عندنا اكسرسايز نمبر 5 ومعاه شنو ستادي سكيلز طيب اذا كان بدينا هنا قلنا في الستادي سكيلز لينكينج ايدياز هنستعمل اليوم which و where use relative pronouns اللي هي للوصل to add information about things which and places where إذا كان لدينا نضيف معلومات على الأشياء نستخدم which وإذا كان places نستخدم where look at sentences A and B What are the differences? Underline the relative pronouns in B. Circle the comma. For example, on the other side of the city are mountains. They rise to over 1,500 meters. طيب إذن حنقول شنو? Which rise? بدل نستخدم اللي هي هنا. هنستخدم إيش? Which rise? طيب هنا. Look at sentences C and D. What are the differences? Underline the relative pronouns. اللي هي ضمير الوصف. In D. Circle the comma. اللي هي الكوما هنا طبعا عملناها. ممتاز. You can also take a trip to Granville Island. You can buy paintings from artist studios there. You can also take A trip to Granville Island where إذا هنا عندنا كومة where استخدمنا where لأنها place لأنها مكان إذا كان الأشياء نستخدم which وإذا كان الأماكن نستخدم where إذا relative pronouns اللي هي ضمائر الوصف which للأشياء where للأماكن طيب نخلي بالنا هنا
underline the which and where clauses in the sentences circle the commas. Melbourne, which is one, اللي هي circle هنا عندنا comma, of the largest cities in Australia, came second in the survey. The highest ranking cities in Asia were Osaka and Tokyo, which is Tokyo, اللي هي Tokyo, which is the capital of Japan. إذن which is, لأن هنا نتكلم على إيش, which نتكلم على الأشياء. Chinatown, where there are many good restaurants, في الحي الصيني هناك في مطاعم كثيرة جدا, is located near the center of the city. Where, لأنه نتكلم عن place, نتكلم على المطاعم, المكان اللي تحلق فيه المطاعم. Where there are, on Monday we visited the Grand Bazaar in Istanbul. Where, إذن هنا عندنا هنستخدم كلمة where. إذن هنخد اللي هي تحت where, تمام, هيكون عندنا اللي هي كل هذه. إذن هنا في exercise number 5 نستشوف which, أيوة هنا which is the capital of Japan, هذه هي. هنا which is the largest cities in Australia, وهنا نستخدم شنو عندنا, where there are many good restaurants, تمام. وهنا where you can buy everything from carpets to gold chains, السلاسل اللي هو سلسلة الذهب, تمام. Writing about cities, look at the notes about Mumbai, complete the paragraph using the notes. هنا أعطانا صورة لمومبي اللي هي المدينة الهندية المعروفة. Mumbai or also Bombay, إذن عندها اسمين, Mumbai ولا Bombay. West coast of India, الحين تدينا الاسم, location الموقع, climate المناخ, population السكان, famous for مشهورة بايش, الهيستوري بتاعها, تاريخ, things to see, ما هي الأشياء اللي تحبها, إذا كان سينينري اللي هي المناظر الطبيعية زي ما مرت علينا قبل شوية, وسورس اللي هو من وين جبت المعلومات دي, ما هو مصدر المعلومات. طيب مومبي أو بومبي, West coast of India, يعني موجودة وين, في الساحل الغربي. Cool and dry in winter, ده المناخ. Hot in spring, wet in summer. Monsoon season, اللي هي موسم الرياح, اللي هي اللي بتمطر, اللي هو الرياح اللي بيجيب المطر, نسميها monsoon season, اللي هي موسم الرياح. 18 مليون largest city in India, فيها 18 مليون في مدينة واحدة. فيلم اندستري, مشهورة بصناعة الأفلام, اللي هو بوليوود زي هوليوود, وعندنا نشوف في القنوات بوليوود. بورت اللي هي مينا, كلمة بورت يعني مثلا عندنا في السودان بورت السودان مثلا, ميناء السودان. كوميرشيال سنتر اللي هو مركز تجاري. founded in 1668, اللي هي في القرن السابع عشر, by British East India Company, هي الشركة اللي بنتها, شركة بريطانية اسمها British East India Company. ماني بافان, مشهور الأشياء اللي ممكن تشوفها, ماني بافان ميوزيوم, متحف ماني بافان, بافان. تشاوبتي بيتش اللي هو البيتش ده, وهي يجيب المصدر من ويكيبيديا اللي هي .org من الانترنت. طيب خلينا نجي نشوف نحل الاكسرسايز. مومبي, India's largest city. مومبي, which is also known as, هتكون ايش, بومبي, which is also known as بومبي. بوم هنا شايف الثانية, بوم بي, تمام. إذن دي نمرة واحد. lies on the, where lies, on the west coast. لاحظ هنا west, إذن هنا حنكون نكتب west. West coast of India. The best time to visit is during the months of December, January and February. The spring is very, لاحظ هنا spring,
is very hot. هتكتب هنا ايش؟ hot. سهلة جدا جدا. very hot. and the summers are wet because this is the اللي هي monsoon season. موسم الأرياح. الرياح. monsoon. the city has a population of 18 billion. 18 million. sorry, مش billion. 18 million. population كم؟ 18 million. اللي هو 18 million people. it is famous for its successful اللي هو عندها ايش يا شباب؟ film industry. صناعة الأفلام زي هوليوود عندها بوليوود. and it is a port. port اللي هي مينا. لأنها في على الـ اللي هو الويست كوست. it is also an important commercial center. the city was founded in متى؟ اللي هو 1668 by the اللي هيش British East India Company. British East Indian Company. تمام. الكمباني موجودة أصلاً British East India. شايف هنا British East India Company. There are many sites to see in Mumbai, including زماني بابان. ثاني بعضها شو ممكن اللي هو عبارة عن شو؟ ميوزيوم. ميوزيوم ده عبارة عن ايش؟ ميوزيوم متحف. متحف ميوزيوم. تمام يا شباب. and the famous Chaupati beach اللي هو ده. rewrite the text about Mumbai including which and where clauses A D to add information use commas where necessary. عندنا هنا which is called Bollywood where the people of Mumbai like to walk in the evenings which are usually cool and dry which makes it the largest city in India. إذن هنضيف ده ل ل ل طيب وين نضيف ايه؟ طيب عندنا هنا which are usually cool and dry اللي هي وين؟ which اللي هي فبراير. إذا هنا جينا بعد فبراير هنعمل هيكون هنا عندنا هنا نعمل كوما which usually اللي هي سي. هنا هنضيف سي. خلينا ناخد لون مختلف. خلينا ناخد اللون الأزرق هذا. إذن هنا هيكون سي. هنضيف سي هنا لهذا. سوري سي هنضيفه هنا after February وتعمل كومة وتضيفه February كومة which are usually cool and dry. هنضيفه تكتب الكلام ده تاني وتضيف له which اللي هي تضيف. طيب عندنا تاني وين نضيف؟ نضيف which makes it the largest city in India اللي هي وين هتكون؟ ايوه هي هذه. التانية ناخذ لون مختلف. ناخذ مثلا اللون الاخضر اللي هي 18 مليون. 18 مليون عدد السكان كم؟ اللي هو 18. هنا هنكون كومة وحنضيف لها which makes it. هنا هتكون هنا اللي هو دي. تمام. بعدها which is called Bollywood. إذن وين هتكون Bollywood؟ بعد film industry. تمام. هتكون هنا كومة ناخد اللون مختلف. ناخد اللون هذا اللي هو وكومة which is called اللي هو هذه A. هنا هيكون هنا A. طيب آخر شيء عندنا where اللي هو آخر شيء تعمل كومة هنا. خلينا ناخد لون مختلف. معليش الكتابة تعبانة لكن المهم نفهم الدرس. طيب خلينا ناخد لون مختلف اللي هو مثلا ناخد اللون الأصفر.
هيكون هنا عندنا كوما، نشيل الفول ستوب ونضع بدلها شنو؟ Where the people of Mumbai like to walk in the evening. هنا تكون حاقد الجملة اللي هي دي. تمام. Research, researching a city. طيب احنا هنا هنفتش على المعلومات عن المدن. تمام. Study skill اللي هي عندنا هنا يا شباب. Finding facts and figures. كيف نلقى الحقائق و الفيجرز؟ الحقائق وايش والفيجرز. تمام. make a note، هنا هتقول make a note of good source of facts and figures about cities، هنا countries climate people etc. they will help you in your studies. here are some useful websites to begin with. إذن هنا هتمشي تجيب معلومات عن cities، countries، المدن والدول والمناخ والناس. ممكن هذه يعني world facts and figures، تفتشوها في الانترنت، wikipedia.org و msn. اللي هي انكارتا msn.com. دي عناوين او مواقع في الانترنت ممكن تجيب منها معلومات عن المدن وعن الدول وعن المناخ وعن الناس. طيب choose a city you would like to visit. تختار مدينة من المدن الحابة ايش تزورها. find out information about it. give the source اللي هو لازم المصدر بتاعك، or sources ممكن يكون مصادر. make notes اللي هي تاخد مثلا الاسم، name of the city، location، climate، population، famous for، history، things to see، source. اللي هي نفس الطريقة اللي عملناها هنا لمومبي أو بومبي، اللي هي عندك معلومات تفتشها من الانترنت وتكتب بها، نفس الطريقة بتاعت مومبي يكون أفضل. use your notes from exercise 1 to write a paragraph about the city for visitors. look again at the paragraph about مومبي on page 49 to help. إذن ممكن تستفيد من المعلومات اللي جات عن مومبي والطريقة اللي كتبنا بها عن مومبي. طيب نمشي للفوكابلري اللي هو new ways. هنا عندنا use ways word attack skills، هي الكلمات اللي ممكن نسميها كلمات الاقتحام. on the words in bold، خلينا هنا. sometimes the different parts of a word can help you guess the meaning. look at the word livable in these sentences. Vancouver, Canada has the highest score which means it is the most livable city، اللي هي يمكن العيش فيها. look at the two parts livable. lives is a verb. able me اللي هو live معناته يعيش. able means you can، تستطيع. so livable is an adjective. هنا كان عندنا verb وعندنا able بمعنى اللي هي بمعنى you can is an adjective. الحين livable صارت adjective. is an adjective meaning you can live there، مكان يمكن العيش فيه. look at the word renamed. جاء أصل الكلمة named and renamed، أعيد تسميتها. in this sentence in 1886 the city was renamed after a British naval captain George Vancouver، اللي هو ضابط البحرية. is a renamed، أعيد التسمية. re معناتها to repeat، name اللي هو ودي، يبقى what does it renamed mean اللي هي to name it again يعني تعيد تسميتها. تمام. طيب نمشي هنا. many nouns such as time، air، water and information are uncountable، لا يمكن حسابه. تمام. if you fail the exam you will have to retake it، لاحظ in retake it in next semester. retake uncountable اصلها كانت countable، اصلها un
count able يبقى uncountable and للنفي count للحساب able لا يمكن إذن لا يمكن حساب أو تضيف لا يعني الاس take و retake إذن هنا retake disorganized بلال is a very disorganized person she is late for lessons and always forgets her books disorganized إذن تنسميها اللي هي الكلمات دي بنسميها شنو word attack اللي هي تعمل مقاطع وتغير المعنى after the fire they rebuilt the school rebuilt الفعل الماضي اللي هو build يبني built بنى أو بنيت وكده يبقى rebuilt اللي هي إعادة البناء لأن أصلا كانت مبنية وتكسرت طيب the city was unrecognizable recognize معناتها معروفة أن تنفيها وrecognizable اللي هي غير معروفة it had changed so much إذن بعض الكلمات إذا كانوا ضفنا لها مقاطع أو غيرنا في تركيبتها بتدينا معنى مختلف طيب خلينا نمشي ليه الريفيو اللي هي المراجعة آخر شيء في المحاضرة نحاول نخلص سهل المحاضرة إذن عندنا هنا سهلة وبسيطة جدا جدا عندنا how many ways are there to show data add words to the diagram إذن هنا ممكن نضيف words زي هنا مثلا tables المرئيات tables وعندنا زي الباي وزي الشارت وزي الجراف جراف وعندنا زي ممكن يكون شنو الدياجرام ممكن تضيف حاجات كثيرة اللي هي الحاجات المرئيات دروين في فرق بين بيكشرز اللي هي صور دروين اللي هي الرسومات ممكن تضيف غيرها Match the sentences 1 to 5 with sentences A to E. Use which is a kind of Malaysia clauses. اللي هي use the correct punctuation. Punctuation اللي هو الترقيم. Punctuation اللي هو الترقيم. New York is the best known city in North America. New York is the best known city in North America. وين نلقاها نمازجة مع إيش؟ هتكون شنو نيويورك which is located in Manhattan نيويورك وتعمل هنا كوما اول شيء طبعا هتكون مع اي هيكون هنا اي لكن نقول نيويورك which is نشيل تي it ونقول which is located on Manhattan island طيب Port Moresby has a very high crime rate ها إذن وين نضعه مع مين نضعه مع D it is the capital of Papua New Guinea طيب إذن هنقول شنو إذن أول شيء هنوصلها مع D طيب كيف ندخلها which يبقى Port Moresby comma which is نشيل التي هنا ونكتب which بدل التي in Vancouver you can go skiing in the mountains إذن هنا عندنا دي يا شباب هنا دي ونشوف مع in Vancouver حيكون مع إيش مع Vancouver اللي هي C they surround the city and are covered in snow in the winter إذن هنا حيكون عندنا أول شيء C نوصلها مع C تمام مباشرة طيب كيف نصيغة in Vancouver you can go skiing in the mountains بعد mountains نعمل كوما ها هيكون شنو which surround هنا نشيل they ونأخذ بدله which طبعا كلنا حنقول which بعد الكوما Robson Street is well worth a visit يعني يستحق الزيارة اللي هو عندنا رقم 4 في بي it is the main shopping street for fashion إذن هنا عندنا بي أول شيء نوصلها مع بي طيب كيف نعيد كتابتها
روبنسون ستريت كوما ويتشز زمان، نشيل ات ونكتب ويتش، اكتب الكلام ده. تخيل لازم تكتب اذا كان ما كتبتها which is the main shopping center of formal fashion. London is famous for its beautiful bars. اللي هي هنا عندنا ايه، نوصل مع ايه، هنشيل ذي طبعا هنا هنكومة تمام. which located هيكون هنا عندنا which located. سهلة جدا، مراجعة سريعة. complete the where clauses using your own words. طيب انا هقول لكم وحاولوا اكتبوا. هنا هنستخدم كلمات من عندنا. In summer many people go to the mountains. Where هيكون where شنو؟ Where they like where they like to walk. Where they like to walk. ممكن يكون دي إجابة. In the center of the city is the main square where people meet for to have tea and coffee. ممكن تقول where people meet to have meet اللي هي to have tea and coffee. To have tea and coffee. The national stadium اللي هو الاستاد بتاع الكورة الوطني. Where ايش؟ The national football team plays. Where the national national football اللي هي يعني football اللي هي كرة football team فريق كرة القدم football team national football team play. أيوة place طبعا هيكون لانه team plays is located near the station. Near the harbor there are many restaurants where people like to go for dinner. Where people like to go for dinner. لانه مطاعم إذا نجد عشرنا. There is a river in the middle of the city where you can go on boat trips. Where you can go. Where you can go. Where you can go on boat trips. Boat on boat trips. تمام؟ إذن دي possible answers. احنا ما زلنا في المراجعة. Look at the table اللي هو التابل ده. Write the sentences about the information. The birth rate in Turkey is higher than in Russia and Germany. هنا تركي، هنا ده البيرث، وهنا التوتال بوبوليشن. هنا بدينا معدل المواليد وهنا بدينا السكان، عدد السكان. لاحظ هنا مثلا في تركيا 18، هنا 9 وهنا 9. إذن the birth rate in Turkey is higher than in Russia and Germany. تمام؟ طيب ممكن نقول اللي جاء تاني، ممكن نقول إذا كان هنا أخذنا مثلا رشا، عندك هنا كم عدد السكان؟ أكبر شيء هنا رشا has a higher birth rate than Germany. لاحظ جيرماني هنا الرشا 9.35 وجيرماني كم؟ 16. إذن رشا has higher birth rate than Germany. رشا has a higher birth rate than Germany. طيب ثاني ممكن يكون شنو؟ الثاني ممكن يكون Turkey has the highest birth rate. Turkey has the highest birth rate. لأنها أعلى شيء. Highest. Germany has a smaller population than
رشا. شوف جيرماني عدد سكان أقل من روسيا، smaller، تمام. طيب جيرماني has a bigger population than تركي، بعض ألمانيا 83 وتركيا 66، إذن جيرماني higher. تركي has a smaller population، smallest. تركي has the smallest population، smallest اللي هي superlative. طيب إذن هنا عملنا إيش؟ عملنا كم جملة من، ممكن تعيد الفيديو وتشوفها. طيب آخر شيء اللي هو city cues. Find the information as quickly as you can to complete the city cues. طيب إذن تجيب المعلومات من الإنترنت. Which is the world's largest city؟ طبعا هنا بتمشي للإنترنت وتجيب المعلومات. ما هي which is the world's largest city؟ أكبر مدينة رقم واحد اللي هي إيش؟ طوكيو. طوكيو الإجابة الصحيحة طوكيو، فتشها تلقاها طوكيو اللي هي عاصمة اليابان، دي الإجابة الأولى. What is its population؟ اللي هي كم؟ 28 مليون، اللي هي جاية من الإنترنت هتلقاها 28 مليون كم؟ 28 مليون اللي هي فاصلة 25 ألف وكم؟ دي كلها من الإنترنت يا شباب، هذا ليس سحرا. و25 ألف. Which city is wetter؟ ريو دي جانيرو or ليشبون؟ اللي هو which one is، اللي هي شباب عندنا الإجابة هتكون ريو دي جانوري، دي اللي هي وين دي؟ في البرازيل. Which city is not located by the sea؟ إيش اللي هي برلين معروفة. In which city can you find اللي هو the Prado Museum؟ وين نلقى Prado Museum؟ نلقاه في مدريد. مدريد دي طبعا من الانترنت يا شباب. شاليمار Gardens وين حتتوقع تلقوها؟ اللي هو وين يا شباب؟ لاهور. لاهور باكستان. The Golden Gate وين نلقى الجولدن جيت؟ سان فرانسيسكو. سان فرانسيسكو وده كلهم بتلقاهم من وين يا شباب؟ من الانترنت. Which city is the oldest؟ أقدم المدن إيش يا شباب؟ دمشقس اللي هو دمشق، مكسيكو سيتي اللي هي سان بيترسبيرغ اللي هي دمشقس اللي هي الأولى الدمشق. Which city is the highest above sea level؟ وين يا شباب؟ نيروبي. نيروبي هي أعلى مدينة فوق سطح البحر اللي هي عاصمة كينيا. طيب 8 only one of these cities is the capital city، which one؟ نيويورك no، سيدني no، ريو دي جانوري لا، أمستردام لا، مومبير لا، بانكوك اللي هي عاصمة تايلاند. تمام. إذن يا شباب كده بنكون انتهينا من يونيت 8، وما تنسونا من صالح الدعاء، وما تنسونا من الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو والتعليقات ولايك. يعني عندنا الآن يا شباب مشاهدات لبعض الفيديوهات وصلت أقرب للخمسمية، لكن المتابعين ما زالوا أقل من 100. عشان كده إذا كان أي واحد شاهد معانا، إذا يدعم للقناة وتشجيع لنا عشان نقدر نستمر في العطاء، يشترك، يدوس على زر الاشتراك ويعمل كمان زر يفعل زر التنبيهات ويعمل لايك ويشارك الفيديو. ويعني بنكون سعيدين جدا انه في ناس بيستفيدوا، وحنستمر في العطاء ونقدم كل جديد وكل مفيد. ويعني ما تنسونا من صالح الدعاء، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.